برضو عندك كلام بس على عجالة أن الخليفة الوليد بن يزيد بن عبد الملك كان فاسقا وشريرا. كل الخلفاء في الدولة الأموية ما شاء الله، اللي حرق الكعبة ده، فيه قطع راس ابن بنت النبي عليه الصلاة والسلام، وفي منهم اللي قال ولا وحي جاء ولا خبر أتى، وفي واحد منهم يوم ما بشر بالخلافة عبد الملك بن مروان قاعد بيقرأ في المصحف، أول قالوا إن الخليفة مات وأنت بقيت الخليفة، قفل المصحف قال له هذا فراق بيني وبينك، ومن قال لي اتق الله قطعت عنقه. طب طبيعي ان انا انقد، ولا هؤلاء مقدسون؟ هؤلاء بشر اخطاوا، لا تدعي لي انها كانت فتوحات ولكنها احتلال للبلدان، وجاءوا ودمروا العمران باسم الدين، والاسلام جاء ليعتق الرقاب لا ليقطع الرقاب.